الكرة الجميلة تنتصر، والأسبان أبطال اليورو، بل كمان الأسبان أسياد أوروبا، وبتاخد بطولة اليورو لرابع مرة في تاريخها، وبتنفرد بتكون أول منتخب يحقق 4 بطولات في تاريخ اليورو، وكان متساوي مع ألمانيا ب3 بطولات لكل فريق. ولكن بعد النهارده المنتخب الأسباني متسيد ومتربع على عرش أوروبا. على الناحية التانية المنتخب الإنجليزي اللي حاول واجتهد سواء في السيمي فاينال أو في الفاينال، ولكن الكرة الجميلة هي اللي انتصرت في الآخر، والمنتخب الأسباني هو اللي حقق اليورو. في حلقة النهارده هنتكلم عن نهائي اليورو ما بين إنجلترا وأسبانيا. قبل ما نخش في أي حاجة، انزل اعمل لايك، واول مره تشوفني اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان الحلقات تيجي لك اول ما تنزل على طول. ويلا بينا نخش في الحلقه. حطني رقم واحد في القصير. اهلا بك يا وجيه في حلقه جديده من قهوه اليورو، وحلقه اخيره من قهوه اليورو. وحلقه النهارده بنتكلم عن اسبانيا وانجلترا في نهايه اليورو، ماتش النهائي، نهايه كل شيء. الفوز النهارده مش هقول لك ان الكره الجميله انتصرت زي الانترو، هي الكره الجميله انتصرت، المنظومه انتصرت، اللاعبين انتصروا، كل شيء انتصر النهارده. المنتخب الاسباني، المنتخب الاسباني اللي بيجهز الجيل ده، مش هقول لك بقى من لويس انريكي وال4 سنين او ال3 سنين اللي فاتوا، لا، المنتخب الاسباني بيجهز الجيل ده من سنين كتير قوي. دي لافوينتي مسك المنتخب الاسباني تحت 17 سنه وقدر ياخد معاه اليورو، وكان معاه بعض من الجيل الموجود. منتخب او ديلافونتي مسك منتخب اسبانيا تحت 21 سنه وقدر ياخد معاه اليورو، ببعض لاعبين بتلعب دلوقتي برضو معاه في الفريق. طب ديلافونتي تدرج من بعد 17 سنه وبعد تحت 21 سنه تدرج ووصل للمنتخب الاولمبي. عمل ايه مع المنتخب الاولمبي؟ راح خد معاه برونزيه في طوكيو، وكان معاه برضو معظم الجيل اللي بيلعب او نص الجيل اللي بيلعب دلوقتي. وراح بعد ما انريكي مشي من الفريق صعدوا دي لافوينتي، المدرب اللي بيتجهز من سنين وسنين مع فريق تحت 17 وفريق تحت 21 وفريق الاولمبي، دلوقتي بيمسك المنتخب الاول وبيقدم اشمل كوره، اجمل كوره، افضل كوره، وبيقدر ياخد اليورو، وبياخد اليورو الرابع في تاريخ المنتخب الفريق المنتخب الاسباني، وكمان بيحقق رقم تاريخي. المنتخب الاسباني بيحقق اليورو، وهو اول منتخب في تاريخ اليورو يكسب 7 ماتشات من 7 ماتشات، ما خسرش ولا ماتش. كسب الثلاثي بتاع اليورو، ثلاثي المجموعات، كرواتيا، ايطاليا، البانيا، بيصعد يكسب جورجيا، بيصعد يكسب المنتخب الالماني، وبعد كده فرنسا، وفي الاخر بيكسب انجلترا. تقريبا اول مره اشوف في تاريخ اليورو، او اول مره اشوف او على اليورو، ان فريق بطل اليورو يمشي بكميه، او يمشي المسار بتاعه بكميه المنتخبات الكبيره دي. ما شفتش بصراحه ان المنتخب الاسباني بيبدا اليورو انا بكسب منتخب كرواتيا المرشحين ان هم يوصلوا لبعيد البطوله، بكسبه 3 قلم. اروح لايطاليا اكسبه 1، البانيا بالفريق الاحتياطي اكسبه عدي 9 بونت العلامه الكامله، بيصعب بيقابل جورجيا بيخسر او بيتاخر في نتيجه وبيرجع ويكسب 4. طب خلاص بتلعب منتخب المانيا كسبته 1-0 او كسبان 1-0 والدنيا خلاص بتخلص، وفي اخر المباراه بتطلع ويليامز وبتطلع يامال وبتدافع في اخر الماتش، المنتخب الالماني بيسجل عليك هدف التعادل في اخر دقايق الماتش، ولكن انت برضو بتكسب المباراه في الدقيقه 120 بفضل ميرينو، وبيطلع وبيجيب جون وبيكسب المباراه في الاخر. المنتخب الاسباني بتصعد ضد فرنسا، فرنسا بتسجل في الاول وهي اللي بتاخرك في النتيجه، وهي اللي بتتقدم، بترجع في ظرف 4 دقائق الدقيقه 21 لامين يامال بيجيب جون، وبعد كده بعدها على طول اولمو بيجيب جول و2-1 وبيصعد للفاينل. عشان النهارده برضو بتجيب انت الجون الاول، ولكن بيرجع المنتخب الانجليزي يتعادل عشان تخلص في اخر ده الماتش. طب كلمتك على طريق منتخب اسبانيا، تعال اكلمك داخل المباراه. المنتخب الاسباني في الشوط الاول كان شوط تكتيكي ضخم وصعب جدا، سواء على انجلترا او على المنتخب الاسباني. الفريقين خايفين من بعض، الفريقين بيحاولوا يقفلوا مفاتيح لعب بعض، الاثنين بيحاولوا اللي هو نوعا ما انا مستنيك انت اللي تبادر، مستنيك انت اللي تفتح، انا مش هفتح خطوطي ايا ما كان فيه مين فيهم هو اللي مستحوذ على الكوره. بتلاقي الفريق الثاني عامل ميديا بلوك وبيقفل، او ضغط مستوى ضغط متوسط وبيقفل نوعا ما على اطراف الفريق او مفاتيح لعب الفريق، وبيحاول يلعب على التحولات. شفناه كتير قوي ده الشوط الاول، وكان المنتخب الانجليزي متميز فيه، ان سايب الكوره للمنتخب الاسباني، استحوذ على الكوره، حاول تخترق، ولكن انا هقفل لك كل مفاتيح لعبك. هقفل لك مفاتيح لعبك ازاي؟ بضغط مان تو مان. مان تو مان ايه؟ بتخلي فودن ثابت مع رودري، فودن ثابت مع رودري،
اولمو قصدي ماينو ورايس قافلين على فابيان روي واولمو. طب الاثنين الجناحات بتلاقي بلينجهام وساكا بينزلوا مع شو ووكر علشان ما يدوش مساحه واحد على واحد لويليامز او ليمين يامال. لامين يامال وويليامز مش هقول لك كان بيقابلهم اثنين، ده كمان كان بيقابلهم ثلاثه، ان ويليامز قصدي ساكا بيقفل مع لوك شو مثلا على لامين يامال، وبتلاقي كمان بيضم عليه جيهي. والناحيه الثانيه بتلاقي بلينجهام بيقفل او ساكا بيقفل مع ووكر، وبلينجهام بيقفل مع شو، وبتلاقيهم الاثنين كمان بيميل عليهم سواء ستونز او جيهي عشان يقفلوا اطراف في موقف 3 على 1 او 3 على 2. ما بيخلوش اي تفوق عدد للمنتخب الاسباني على مستوى الاطراف وحتى العمق، والطريقه دي كانت بتخلي في مدافع حر دايما دايما، بتلاقي لاعب حر سواء رايس او ماينو او ستونز او جيهي او تريبييه قصدي او ووكر او كل شيء. المنتخب الانجليزي عرف يمشي الشوط الاول بهذه الطريقه وهذه الشيء، وقدر يتفوق على المنتخب الاسباني. المنتخب الاسباني ما وصلش لمرمى بيركفورد ولا مره خلال الشوط الاول، ما قدرش يوصل لمرمى بيركفورد تماما، وكل المفاتيح اللعب بتاعته مقفوله صح المنتخب الانجليزي. لكن في بدايه الشوط الثاني المنتخب الاسباني بيخطف المنتخب الانجليزي. في بدايه الماتش الدنيا لسه بتترتب، الاوراق لسه بتترتب، الدنيا لسه بتتبعتر. او اللي انا شفته في بدايه الشوط الثاني ان اوراق المنتخب الاسباني هي اللي هتتبعتر، او المنتخب الاسباني هو اللي يبقى مرتبك في بدايه الماتش. ليه؟ لان بنتفاجئ بين الشوطين رودري بيخرج الاصابه وبينزل مكانه زوباميندي. زوباميندي مش نفس رودري بكل تاكيد، ولكن هو لاعب كويس برضه. ولكن المنتخب الاسباني بخروج رودري والمنتخب الفريق الانجليزي نوعا ما ابتدى اللي هو يتحرر نفسيا، لا بيلبس جول على طول، مساحه بتتخلق في نص الملعب. لامين يامال بياخد الكوره بيمشي بالعرض كتير، بيلاقي ويليامز اتفتحت له، بيروح ويليامز بيحط في الدقيقه 47 الجون الاول للمنتخب الاسباني. طب بعد الجون ايه اللي حصل؟ بعد الجون المنتخب الاسباني نوعا ما رجع تحت الكوره، نوعا ما حاول هو يقفل مفاتيح لعب المنتخب الانجليزي. خلاص هو كسبان 1-0، بيقفل على الاطراف سواء بلينجهام او ساكا، والعمق تماما مقفول سواء بقى على ديكلان رايس او على فودن او على ماينو او اي حد، هو العمق مقفول والاطراف مقفوله. فانت نوعا ما بتحاول تلعب على الكرات الطويله، الكرات الطويله لهاري كين. هاري كين خلاص في الدقيقه 60 دقيقه 67 ابتدى شحر، خرجه ونزل واتكنز، ودي تغيير نوعا ما كنت فاهمها ان هو ماشي خرج هاري كين ونزل واتكنز عشان يخلي في حركه نوعا ما هجوميه، والمهاجم يبقى حركه اكبر ويحاول على لابورتو ولنرماند اللي هو يرخمهم يعني. ولكن بالمر، هي تغيير بالمر كل ماتش بالمر بينزل من على الدكه بيقفل او بيقلب الدنيا، كل مره بينزل من على الدكه بيقلب الدنيا. بالمر بينزل في الدقيقه 73 كره تلاقي من سكه لبلنجام، بلنجام يا دوب بيسندها بس البالمر، بالمر بيخش يحط التعادل. وبعد التعادل وبعد تغييرات المنتخب الاسباني انا ابتديت اقلق على اسبانيا، انه خرج موراتا بعد خروج رودري، خرج كمان موراتا ونزل اويرازابال. وبصراحه اويرازابال انا مش مقتنع بيه، عندك خوسيلو ممكن تنزله ويبقى افضل من اويرازابال. ولكن اويرازابال انا قلت كده حتى والناس اللي بفرج قاعد بفرج معايا، قلت لهم تغييره اويرازابال غريبه بالنسبه لي، كان نزل مهاجم ثاني غير اويرازابال مش حتته، اويرازابال اصلا وينج فبتنزله بتلعب مهاجم، فبالتالي مش بيبقى حتته، فبيبقى شكله سيء. في كل مباراه نزل فيها كان شكله كده، كان شكله سيء للغايه. وبعد التعادل تحس ان المنتخب الانجليزي هو اللي نوعا ما ابتدى اللي هو يفوق اكتر لبعض الاوقات، ولكن بعد كده رجع تاني المنتخب الاسباني هو اللي مسك الكوره، هو اللي كان بيحاول، هو اللي كان بيضغط، هو اللي كان بيوصل للمرمى، وهو اللي كان بيحاول يهدد في ظل الناحيه الثانيه. المنتخب الانجليزي نزل تحت الكوره وابتدى يدافع، ابتدى يلعب على التحولات الهجوميه والرد فعل السريع اللي كان بيحاول يعمله بالسرعات الهجوميه بتاعته. لكن يعني فوجئ ان في الدقيقه 87 كره سريعه ايضا، كره خطيره ايضا، ويليامز بيوديها ويرازابال بقى بيوديها لكوكوريا الطرف، كوكوريا بيعدي ووكر في شيء غريب جدا. انا توقعت ان ووكر برضه هيعمل تاكلينج وياخد الكره، لكن اتردد، خد قرارين، انا هجري بسرعتي ولا اعمل تاكل. كوكوريا وصل اسرع، خد الكره، رفع الكره بالعرض، يخش ويرازابال يجيب جون ويخلص الماتش. خلاص خلص الماتش. حتى بعد ما توني نزل من على الدكه وحاول المنتخب الانجليزي بقى بعرضيات بتاع، هو اسبانيا موت الماتش زي ما موته في ماتش فرنسا. خلاص ماتش فرنسا برضو الدنيا خلصت 2-1، فرنسا بيحاول، انا عملت تغييراتي قفلت ملعبي، سلام عليكم للفاينل. النهارده كذلك
بعد الجون على طول في الدقيقه 88 وتعلم من الماضي ان ما خرجش مثلا لامين يامال ويليامز من اخر الدقيقه 77 او حاجه اللي هو اخر ربع ساعه اخر ثلث ساعه، لا المره دي اتعلم زي ما اتعلم ضد فرنسا، خرج لامين يامال في الدقيقه 88 عشان ينزل ميرن في نص الملعب يقفل العمق في نص الملعب وخلاص، فضل دقيقتين والماتش هيخلص واعرف امشي المباراه. وقد كان انتصر المنتخب الاسباني اللي هو يستحق، قدم كره جميله، قدم كره شامله، عمل كل شيء في البطوله، قدم كل شيء في البطوله، افضل دفاع تقريبا وافضل هجوم بكل تاكيد، المنتخب سجل 15 هدف في البطوله، افضل هجوم بكل تاكيد، لامين يامال افضل لاعب شاب، رودري افضل لاعب في البطوله، وده شيء انصاف ومنصف جدا لرودري لان رودري عمل بطوله عالميه كعادته جدا، رودري هو الشيء او هو الحلقه اللي كل فريق في العالم بيتمنى يكون موجود فيها رودري مع الفريق. مش عارف اصابته هتبقى مطوله ولا ايه مع مانشستر سيتي، ولكن بالتاكيد هيرجع بشكل اسرع بكتير مما نتوقع. مبروك لكل اللي بيشجعوا منتخب اسبانيا بقى، اسبان ادوا بطوله كبيره واستحقوا بصراحه انهم يكسبوا الماتش ويكسبوا البطوله، المنتخب الانجليزي بيخسر البطوله الثانيه على التوالي بعد النهائي الثاني على التوالي، وانا شايف خلاص ثاوز جيت عمل كل شيء وقدم كل شيء وكان سيء جدا في كل شيء، اتمنى انه يمشي ونشوف المنتخب الانجليزي تحت قياده مدرب اكبر، مدرب متطور، مدرب يعرف يستغل الجيل ده وياخد معاه بطوله كبيره سواء كاس عالم او يورو. في الاول وفي الاخر ده كان راي شخص واحد، هو رايي انا في اليورو في مباراه اسبانيا وانجلترا، قول رايك انت في الكومنتس، ولو حلقك بدك تسش اعمل لايك، ولو مره تشوفني قبل اشتراك في القناه وفعل الجرس تسش اعمل شيراتك بقى في كل حته في الدنيا. وكان معاكم مصطفى، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.